طبعا مشاهدينا خلينا ننتقل إلى هذا الخبر، وأكيد راح يكون مع الإعلامي السعودي والزميل عبد الله المديفر، يستقطب اليوم المشاهدين في برنامجه الكبير وأكيد المعروف في الصورة، واللي راح يتناول الحدث الأكثر تداول في الفترة الأخيرة، وهو إزالة العشوائيات في مدينة جدة، وكيف تعاملت المملكة العربية السعودية مع هذا الملف بكل إنسانية من خلال توفير السكن المناسب لأصحاب هذه العشوائيات وتعويضهم. احنا على موعد مع حلقة مختلفة واستثنائية مع اصحاب الشأن في برنامج بالصورة، وهم معالي الاستاذ صالح التركي امين محافظة جدة، ومعالي الاستاذ احسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، ومعالي المهندس عبد الله البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان، واللواء صالح الجابري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، ومعالي الاستاذ ماجد الغانمي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أكيد نتمنى لكم مشاهدة ممتعة مساء اليوم الساعة 9:30 على شاشة روتانا خليجية. مشاهدينا أكيد فاصل قصير ومكملين معاكم باقي فقراتنا.